وخلال الاحتفالية حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحية عدد من الأطفال المشاركين في العمل التطوعي لتعبئة المواد الغذائية لإحدى جمعيات الأهلية المشاركة بمبادرة كتف في كتف. جاء ذلك خلال متابعة الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس انطلاق مبادرة كتف في كتف في 10 محافظات. ممكن تجيب لي البنات المتطوعين دول عشان نسقف لهم كلنا؟ البنات الصغننين دول رودي ملك في حد كمان؟ في حد كمان؟ ازيك يا سيادة الرئيس؟ اهلا وسهلا في يا سيادة الرئيس. يا ملك انت بتعملي النهارده ايه؟ بعمل خير. خير عظيم. بساعد الناس الغلبانه. كويس قوي. هنسقف لك كلنا دلوقتي. اسمك ايه؟ مازن. عندك كم سنه يا مازن؟ 9. كويس يا مازن. بتعمل ايه النهارده؟ بساعد رساله. كويس يا مازن، كويس جدا، متشكرين. معانا ملك يا سيادة الرئيس. يا ملك. يا ملك. ازيك يا ستار؟ ازيك يا جميلة؟ وانت طيبة يا حلوة، متشكرين جدا. شكرا جزيلا، شكرا.